مصيدة الديون الصينية للعالم، حقائق وأرقام صادمة. باتت الصين اليوم مقرضاً عالمياً رئيسياً، فما هي الغايات الخفية وراء هذا السخاء الطائي؟ لماذا تريد الصين إبقاء عملتها ضعيفة مقابل منافساتها من الدول؟ سيفاجئك عدد الدول في العالم المدينة للصين، لكن ما هو حال الدول الفقيرة؟ من هم ضحايا فخ الديون الصينية؟ وهل تعتبر هي الديون الأصعب في السداد؟ دعونا نعرف أكثر. 170 مليار دولار رقم ليس عاديا، إلا أن الصين تجاوزته في ديونها إلى أكثر من 68 دولة حول العالم في نهاية عام 2020، وبهذا فهي تعتبر واحدة من أكبر الدول الدائنة في العالم. لقد تجاوزت المطالبات المستحقة للصين اليوم أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نعم مشاهدينا، إن الصين تقدم القروض للعالم بسخاء، لكن بالتأكيد هناك مآرب خفية وذكية أيضا، فلا شيء يمنح دون مقابل، إلا أن سياستها تختلف عن غيرها من الدول الكبرى كأمريكا وروسيا مثلا، فهي تعمل على إمداد الدول المقترضة حتى تغرق في الديون وتصبح عاجزة عن سدادها. في هذه المرحلة تتبع سياسة يمكن تبسيطها في مقولة أنك غير قادر على السداد، إذن فلتسمح لنا بالاستحواذ على أصول بلادك ومؤسساتها الحيوية. غالبية هذه القروض تنطوي على غايات سياسية مشابهة، فكيف ذلك؟ دعونا متابعينا نستذكر وإياكم تجربة سريلانكا التي اقترضت بشكل كبير من الصين في العقد الممتد حتى عام 2015، وذلك من أجل بناء مشاريع بنى تحتية طموحة كان بعضها مكلفا وعديم الجدوى، ومع عدم قدرتها على سداد قرض يبلغ 1,400,000,000 دولار لبناء ميناء في جنوب الجزيرة، اضطر كولومبو لتأجير ميناء هامبانتوتا، وذلك لشركة صينية لمدة 99 عاما عام 2017. الميناء الواقع على طول طرق الشحن الدولية الحيوية بين الشرق والغرب يمنح الصين موقف قدم عسكرية في المحيط الهندي. هذا هو الحال بالنسبة لبقية الدول المقترضة، تماما كما جرى مع الباكستان وجزر المالديف وغيرها من الدول. رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد قال فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا: إن فخ الديون الصينية لا يختلف عن فخ الديون الأمريكية والأوروبية، إنه أشبه بنسخة من استعمار جديد. المشهد لم يكن مختلفا كثيرا عند المستشار الألماني أولاف شولتز، بتأكيده أن القروض التي تمنحها الصين منذ سنوات إلى بلدان فقيرة خصوصا في أفريقيا تشكل خطرا جديا يمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية جديدة. هذه الأزمة ستنجم عن القروض التي تتم بطريقة مريبة ودون معرفة أحد. الآن سنتعرف وإياكم على بعض من الدول المدينة للصين. تتصدر أنغولا هذه القائمة بمبلغ 21 مليار دولار، تليها أثيوبيا ب 14 مليار دولار، وبالمرتبة الثالثة تأتي كينيا بقرابة 10 مليارات دولار. أما في الدول العربية فعلى رأسها جيبوتي وغيرها كثير من الدول الفقيرة. إذن فإن بكين قادرة على استحواذ أفضل على المناطق الاستثمارية بذكاء ودون حروب ودون أن تخسر رصاصة واحدة حتى، على الرغم من أن الأوراق المالية الصينية ضعيفة قياسا بمنافساتها من الدول. لماذا هي كذلك؟ ربما تتعمد بكين خفض قيمة عملتها، وبالتالي يصبح لديها زيادة تنافسية للصادرات الصينية بما يخفض قيمة شرائها بالعملات الأجنبية. الأمر يبدو في صالح المستهلكين حول العالم ممن بات في متناولهم شراء المزيد من المنتجات الصينية بسعر رخيص، لكنه يحمل في طياته مخاطر أخرى. بعد كل ذلك
نجد أن الصين سعت فعلا لبسط نفوذها حول العالم من خلال سياسات الديون التي عملت فيها لسنوات طويلة، حتى أصبحت واحدة من أكثر الدول الدائنة في العالم، وهي السياسة التي تعتبرها بكين ذات نفع أكبر لها من الدخول في حروب عسكرية للسيطرة على الدول. لكن الحقيقة تتمثل في هذا السؤال: هل ستجعل هذه السياسة الصين الدولة رقم واحد في العالم؟ أم أن الخيار العسكري لا يزال كفة رابحة للسيطرة على دول كثيرة في عالمنا؟ لتكون أكثر، نهدي لكم جهودنا، فاستضيفونا بفنجان من اللايك والسبسكرايب، ستصلكم هدايانا المتواضعة تباعاً.